هاي أنا لانا وحكون معاكم كل أسبوع بذا فاشن شو our very special fashion hub at Blinks وأكيد مش لوحدي معايا أحمد. هاي أحمد. هاي لانا. مين منا ما بحب الفاشن ترندز؟ بداية ما كنوا أنتوا البنات أكيد كل واحدة منكم عندها الستايل اللي هي بتحبه، يمكن تتأثر بلوك الألوان القصات الترندز هو وورد بتر شو بيلبق لجسمها شو هو الميك اب المعين اللي لازم تتبعه. كمان عندك الأكسسوارز الشوز ليستها كتير طويلة، بس ما تفكر إنه نحن الشباب اللي عنا القصة أسهل بكتير. يوم كل واحد منا قبل ما يطلع بيقعد بفكر شو لازم يلبس حتى يطلع بلوك بيشبه شخصيته وقد سيم طعم يكون ترندي. النهاردة هنتكلم عن الأفونغارد فاشن وهيكون عندنا ديبيت بين الجنزي versus ميلينيال ستايل. ده هيكون بيني وبين رنيم، وهيكون عندنا انترفيو حصري لبلينكس مع الانديان فاشن ديزاينر فارون مروة اللي لبس مشاهير كتيرة جدا من بوليوود، وأكيد فقرة الفاشن بوليس على طريقة بلينكس مع جازمين. خبرنا الأول عن جورجينا رودريغيز بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يلي اختارت إطلالة لها من مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع صيف 2024 من البراند باتمان بالتعاون مع مصمم الأزياء اللبناني الشهير ألي سعد. أنا كتير حبيت هذا اللوك سبيشلي إنه هي لبست معه الجلوفز اللون الأبيض، ذكرني بالموفي تبع بريتي وومن وقتها كانت جوليا روبرتس بلوك كتير شبيه. خلينا نشوف الكليب سوا من علي عليه. شكلها جورجينا معلقة على الأحمر ليتلي إذا بتلاحظي. بالضبط، الإنستجرام جريد بتاعها كله حاجات أحمر، مش بس سواري لابسة حاجات كاجوال برضو لون الأحمر. It's lovely عليها بس كتير حلو لبقلة. I love it. شو هو الخبر التاني؟ نروح لأسبوع الموضة في نيويورك المستمر واللي قدم الجديد والقديم في عالم الموضة، واللي ميز الحدث ده هو مشاركة المصممين الشباب ودور الأزياء الجديدة. فحوالي 20 من المصممين المشاركين سنهم أقل من 30 سنة، وفي المقابل كان في غياب لأسماء كبيرة في عالم الموضة. حبيت الشوز انت اللي صاروا مرئين لهلا؟ I loved it. عجبني موضوع ان كان في كام ترند كده طلع وعجبوني زي الدنم اون دنم واللون الاحمر زي فستان جورجينا. بالظبط كده، بس كان في حاجه كده جديده شفناها كانت بروتستينج. صحيح، انا طلعوا اثنين هن يعني اكيد بدون علم السكيورتي ورجعوا دغري وقفوهم بالنسبه لموضوع الجلد انه ما لازم يستخدموا الجلد وهيك. بس انا اللي صراحه حبيته اكثر شيء بهذا العرض لهلا انه كل الديزاينرز ركزوا على الجنزي، قالوا من هلا ل 2035 يعني من هلا ل 10 سنين حيكونوا تقريبا للجنزي جينيريشن هن من النسبه تقريبا 40% المبيع تبع البراندات اللي حتكون لهم. فركزوا كل البراند بالستايل يعني اللي صار مالي التارجتنج للجنزي. هذا كان شيء كثير حلو. That's very interesting. Yes. Nice. صيحات الموضة كتيرة، ولكن من أول ما ظهرت موضة الهيبيز في السبعينات وبدأت موضة الأنتي فاشن، ظهرت ملابس الأفونغارد واللي تعتبر قطع غير مألوفة أو متكررة ولوحات فنية لمصمم الأزياء اللي بيحب يعبر عن رسالة أو حالة معينة. أحمد، أنت عندك معلومات أكتر عن الموضوع ده، احكي لنا بقى. صحيح، أنا صراحة قررت زور أنا وفيكي اللي هي خبيرة المزار عنا وبوجوه من عنا من بلينكس، واحد من أكبر الكونسبت ستورز بدبي يلي عنده هيدا النوع من الملابس. عملنا ستايلينج كاستمايز ميكس أند ماتش لسينان جاز ولألك يا لعنا. خلينا نشوف التقرير سوا. هاي، نحن اليوم موجودين بدبي مول وتحديدا بي ذا كلوزيت كيس، اكبر ديبارتمنت ستور ممكن تلاقوا عندهم قطع الافانغارد. Greg Lauren is the nephew of Ralph Lauren. Basically بيروح على كل الارمي and he collects always كل left over من الجينز الدينم كل الثياب اللي عنده اياهم. He's famous يعني about recycling. He loves recycling sustainability. By the way, did you know this is real silver melted? No. من بعد ما melted the silver, they did it like a special coat on top of the fabric. The tailor هو عم يعملها قد ما كان في reflection قوية على الضوء. يعني he was wearing sunglasses in order to stitch it. وكمان هاي it's a piece. This one it's a real newspaper. It's the real one. وبعدين عمل hand painting on top of it. Actually, you can feel it. We'll be right back.
هيدا الكولر از فيري ترندي رايت ناو. جازمين يعني اليوم فيكي مصاي فيكي مزبوط. God, this is published by هيدا اوكي this brand they're well known for the chain they use it. I love كل التشين يدخلوها بكل الستايل تبعولهم in all the bags. This is the statement. Oh my god. لا حبيت. So she's a very good example for avant-garde. اليوم فول لوك من جابانيز براند يوجي ياماموتو. Actually التكستشر حلو. اوكي. بس داحس نفسي قاعد دشداشة. وديس براند از فيموس فور ذيس اوفر سايز. بركي هيك بتعملي له شي تريك لنصغر شوي الدشداشة فيلينج. هاي حلوة صراحة بس احسها همين كلش كبير. I love this look. مع الاوفر سايز وديس جاكيت حسيت هذا اللوك از بيرفكت. دراماتيك جرانجي ما بعرف شو الميكس اليوم. اوفر سايز بس ات ذا سيم تايم بعده عاطي يعني الفيمينين وعاطي خصري موضح. I actually like it. It looks like silk بس when actually, you touch it. It is pure silk, 100% okay. Silk بس it doesn't have this feeling. حلو بهاللوك انه we can add. So we can just continue styling. انه فينا to add this jacket. كمان this jacket as you see there's two textures. Lana, would you go out like this? I would change something. What would you change? اولا the glasses. Yeah. I like bigger glasses عشان بتمشي مع structure of my face. انا صراحه الستايل اللي عملت لك اياه فيكي بعدني هلا مقتنع فيه. عجبك؟ صراحه كثير حلو. اتس نايس انا عجبني قوي بس حسيت ان احنا ممكن نشيل شويه اكسسوارز هلا اتس اوت اوف ذا كومفورت زون في الاولى بس كمان فيكي عملت ستايلينج كثير حلو لجازمين. يس يس انا حبيت كثير هيدا العوينات مع تحفه تحفه النظاره النظاره از فيري جود. يا شو رايك بسينان؟ I love Sinan. ما كان كتير مقتنع هو. Knowing Sinan, it's not his style. Yeah. بس أنا عجبني تحفة تحفة. يعني حنحاول نقنعه إنه يلبس كده دايماً. خلاص أنا عم excited نرجع نعمل هيد السيشن أيوة. مرة تانية. أيوة. We should do it for you. نطلع كلنا مع بعضنا لابسين. أيوة بالضبط. الحرب بين جنزي وميلينيالز ما بينتهي. وين ما عم نروح عم نحكى عن هذا الموضوع. كتير عم نشوف قصص عن هذا الموضوع خصوصاً على التيك توك. Exactly. الحرب على كل حاجة وأكيد وصلت للمودة والستايل. دلوقتي أكيد كل واحد من الجيلين دول عندهم لاينز بتخصهم بكل التفاصيل. خلينا هلا نشوف الستايل لايف تبع الميلينيز معك يا لانا واخترنا رنيم نعمل معها ستايل الجنزي. رح بلش اول شيء مع رنيم. من رنيم نروح للانا ونشوف لوك الميلينيز. شو هي الأشياء اللي كل واحدة منكم مش ممكن إنه تشوف حالها فيها من الستايل التاني؟ بدي إياكم تعطوني شو هن الإليمنتس اللي ما بتقطع. شوي متلخبطة بالميكس بس يعني it looks good on her بس الإشي اللي ما حيقطع معي at all اللي هو مش مقررين أي إيفنت إحنا رايحين يعني heels مع cargo pants مع blazer. أنا عجبني البستيه بتاعها كان تحفة بس عمري ما هلبس تيشيرت تحت البستيه يعني البستيه تلبس لوحده تلبس حاجة فوقيه بس تحتيه يعني سوري لا ما اقدرش صراحه. طيب كيف ممكن كل واحده منكم اللوك يكون بيشبهها مثلا بالجنزية او بالميلينيز وشو هي الاكستريمز اللي ما لازم نوصل لها؟ الكورسات مع الجينز والجينز كورسات والجين اون جين عم بعمل اللوك شوي كاجوال مع انه بتحس حالك put together بنفس الوقت. صراحة ما أظن في إكستريم ممكن ما أعمله. أنا بحب to combine classic أو elegant مع street style. يعني مثلاً البليزر مع البشتي cargo pants very street style. في like boots ممكن تدي برضو like a bit of elegance edgy look. بحب to combine like كذا style مع بعض وعشان كده I always stick to الألوان اللي هي الأبيض أسود
بيج كده يعني. فحاجة اكستريم ما اقدرش اعملها ان انا البس الوان كتير على بعض. والجنزيز دي تند ان هم يروحوا ناحية الالوان الكتيرة على بعض، اورانج على اصفر، جرين على اورانج، مش عارفة ايه. انا ما اقدرش، يمكن احنا شوية في السيفتي زون، فيمكن دي حاجة تعبنا يعني. I don't know. رنيم ولانا، هل ممكن تعملوا ميكس اند ماتش من التو ستايلز، من الميلينيز من الجنزي، وتجمعوهم بلوك واحد؟ صراحة I've been looking at blazers، ما توقعت حالي احكي اشي زي هيك ever، بس عم بصير في blazers حلوين، مثلا hot pink blazers or sparkly blazers. بحس انه they add the fun to the blazers، فبخلوني بدي البسه يعني. ما بحس حالي كتير رسمية وكتير مقيدة، بحس حالي انه لابسه شيء حلو بس corporate queen. Yes، أنا عاجبني جدا الدنم on denim اللي كانت رنيم لابساه، تحفة يعني. I would wear الكورسيه top بتاعها على الجينز، but I love my boots so I'll keep the boots on و I'll ditch the sneakers. بدي أسألكم، شو هو أبشع وشو هو أحلى لوك من المشاهير الجنزي ومن المشاهير الميلانينز اللي أنتوا شفتوهم؟ صراحة I love Billie Eilish، بس كانت تصدمني، بس ما في إذا تغير ستايلها هلا، still pretty similar. بس اللي كانت تلبس اللي extremely 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 oversized shorts اللي بيكونوا لهون وهيك، بيكون بنحط فيهم أربع أشخاص، مع البلوزة اللي بتكون هيك I get the oversized vibe and it's so comfy. I do it, everyone does it. بس البنطلون اللي بنقعد فيه احنا واصحابنا ما بزبط. ما فيش حاجة اسمها أوحش حاجة وأحلى حاجة بالنسبة لي، بس كانت مش ماشية مع الثيم. كانت كايلي جينر في الماد جالا، الماد جالا كان الثيم بتاعها تريبيوت لكارل. كارل كله يعني كان لابس أبيض وأسود وبيرلز اللي هي ألوان بتاعت شانيل. كايلي قالت لك لا انا هعمل حاجه مختلفه، فجت لابسه احمر يعني. تمام اوكي، لابسه احمر المفروض بقى تستيل ذا شو وكده، عامله حاجه مختلفه، بس كان فستان يعني ما فيهوش اي حاجه خالص. ات واز تو سيمبل لدرجه ان السليت بتاعته ما كانتش بتعرف تقعد، والديزاينر مش هنقول اسمه قال لها ما ينفعش تقعدي عشان ممكن الفستان يتفتح. فده كان فوبا يعني، ما ينفعش، لايك دونت دو ذا. احلى لوك كانت بيونسي ريسنتلي، كانت في اللونش بتاع لوي فيتون والكولابريشن بتاع لوي فيتون فارل. كانت لابسه بيجاما سيت حرير كده اصفر وفيها لايك نايس شغل وكده، ات واز فيري نايس. كانت لابسه هيلز ونايس باج، عجبتني ان هي يعني رجعت شويه ترند البيجاما ترند. شي لوكد جورجيس. شكرا رنيم ولانا، هلا رح ترجع تنضمي لي لانا ورح نستقبل معنا فيكي. هاي فيكي، ويلكم باك لانا. هاي احمد. فيكي، اول شيء بدي اعرف منك شو هن الاساسيات بالتو ستايلز، يعني عند الجنزي والميلينيلز الاشياء اللي لازم تكون موجوده بالوردروب تبعت كل وحده منهم. خلينا نبلش بالجنزي. على جنزي their biggest pulse is fashion، سو ما عندهم هيدا الاسينشلز مثل ميلينيلز، وما عندهم the must haves. هن it depends their mood و they're much into the comfy style، يعني okay. لازم يكونوا مرتاحين. They don't have the perfect body، they don't believe in the perfect they body. Don't care. They don't care. So كل شيء that suits the style بدون بس انه هيك قطع اساسيه مثلا it's oversized yeah. it's a streetwear look it's a lot of colors accessories. بعتقد بحبوا يعملوا statement بكل لوك بيطلعوا فيه. اكيد millennials لا. Millennials, it's more softer lines, classic items. It's something that they are used to, you know, a must have. It has to be okay. a little black dress, we have to have a jacket. يعني they stick to the safe wardrobe. كلنا millennials timeless pieces. لا 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 لا. طيب ايه اكتر حاجات بتحبيها في الستايل بتاع الجنزي وستايل الميلينيالز؟ هلا بحب كل شيء to be honest. هلا I'm not that extreme مثل الجنزي و I'm not that daring مثلهم. بس I love to mix and match from their pieces. يعني حلو to take something that they like, the oversized, and style it in a different way. So ما في شيء هيك mix and match between the two styles. Actually بدي أسألك عن mix and match، يعني فينا نحن نجمع ال two styles مع بعضهم؟ يعني أنا فيني أختار قطعة من الجنزي وشي من الميلينيالز يلي هو pure لنقول ميلينيالز وهذاك extreme جنزي، حطهم مع بعضهم بستايل معين واحد؟ إيه definitely we do this a lot. Yes. يعني كتير بنعمل mix and match. Okay. We are fan of cargo pants.
يعني هن مثلا بيحبوا the tube tops, slip dresses. هم رجعوا الكورسيه exactly بس we wear it in different way yeah. يعني مش ضروري بطريقتهم بس okay. we put them in our mix and match so. طيب حاجه ثانيه, ايه اكتر حاجات ما بتحبيهاش في الستايل بتاع الجينزي وستايل الميلينيال؟ رايك الشخصي, برايك الشخصي ايه ما بحب الرولز yeah. بس انه هيدي الواي 2K فاشن اي ام نوت فيري ماتش ان ذا لو ويست والبوت كاتس وكل شيء يعني ما بعرف لا ام نوت انتو ات. اوكي ومن ال ميلينيالز في شيء مثلا ما بتحبيه؟ اي مش نو نيد تو بي ذات سيف انه ليتس هاف فان شوي كمان يعني be inspired. بعتقد بالنص يعني بقى إيه. الحل معك هو الميكس اند ماتش yes. وناخذ من هون ومن هون. And this and something اللي بحب مع الجنزي انه يعني they let go يعني mm. and هيدا not like there's not the perfect body حلو يعني no pressure. And the hair yeah. Vicky the hair. هلا هن احسن yeah they're better than yes. Than us to be honest يعني بيعملوا هال sleek minimal looks so they add accessories yeah. You know the accessories بحب كمان هيك بيعملوا statement يعني البولت بيسز كلهم بيستخدمون حتى chunky مثلا jewelries بتلاقيهم بكل اللوكس. It, it came back again فكرة زمان it was mode yeah. وهن more is more يعني. Thank you so much, Vicky. نرجع نعمل session Q&A مرة تانية بغير موضوع. Yes, definitely. الإنديان ستايل اند ديزاينز هم دايماً مصدر إلهام وجذب للمهتمين بالموضة. وإنت يا أحمد كنت قلت لنا إن في حاجة عن الموضوع ده. صحيح يا لانا, بحلقة اليوم رح نتعرف على فاروين مروي اللي هو انديان فاشن ديزاينر لبس بفترة كتير قصيرة مشاهير كتير من بوليوود. هو معروف من اليونج ديزاينرز. رحنا أنا وفيكي خبيرة مظهر زرنا المحل تبعه وعملنا ستايلينج لمد ولعبده. خلينا نشوف التقرير سوا من علي عليه. هاي, نحن اليوم موجودين بمحل فاروين مروة بدبي. خلينا نتعرف على هيدي البراند اللي بتتميز بالإنديان فاشن ستايل من خلال القصات والألوان بكل قطعة موجودة عندهم. فيكي, لشو جبتينا لهون اليوم؟ اليوم عنا شيء كتير اكسايتينج, بدنا نعمل ستايلينج لعبدو مت. اوكي, ذاتس اكسايتينج. اكشلي انا قبل ما تيجي كنت شفت كم قطعة شوي رح تنغرمي بالمحل, يعني الستايلز بعتقد اليوم رح تبدعي فيهم. بفتكر ايه. حبيت الميكس صراحة هيدا البراند يعني بين المودرن والإنديان فيوجن. So when I did this place, I wanted to have a very, very white feel, sort of a feel where the clothes actually get more attention than the interiors itself. But we'll definitely start with some of these pieces. So this is basically called regality, which means it's legal to be regal. Ooh. Regality. Okay. So if we were to go into a palace today in 2023, what would a prince of 2023 look like? Like this. He would wear this. All right. Yeah. Probably see some more styling added. Vicky, I need your touch. I already found her. Let's see what Vicky's got. Let's blink it. For sure. Let's blink it. Vicky, أنا متحمس شوف شو محضرتي له لمد. لقينا غير لون. Burgundy. Burgundy. Velvet كمان. This has a 360 experience. So if you see, you get the beauty at the front, and when you turn, there's something to experience at the back as well. Look, the embroidery details. All of this is done by hand. And let me introduce you to our room, which is pretty much for traditional wear. Which, as you know, the heritage of India is full of embroidery work, a lot of rich fabrics and textures are used. So is this a typical traditional look? Good question. This is a traditional look, but it's a very modern take on the traditional I look. See. If you see that it has layers, it has different lengths. لا لا, هيدا البيس I'm in love مع كل شيء يعني. And please show us how to put this extraordinary. So something that goes along with that is a stole.
And of course, I can see she's already holding something. Yes, I am too keen on this piece. Oh my God. And that is going to seal the look of the groom. He's ready. He's ready to be. Yeah. قبل ما نتكلم ونعمل كومنت على ريبورتاج وتحفة وكل حاجة، بس بالنسبة ان انتوا رحتوا من غيري. لا بدي اقول لك صراحة فيكي نحن فاليين. فيكي المشكلة. لا لا هي قالت له الديزاين، قالت له الديزاين بدها ترجع تروح مرة تانية وتزور وتعمل ستايلينج. كتير انغرمت بالقطع. هو اتس فيري نايس. انا رح اتوسط لك معها تاخذك نكست تايم. نشوف موضوعنا. وصلنا للفاشن بوليس ورح نعمل راب اب للسمر روكس مع جازمين. هاي جازمين. هاي. هاي جازمين. نبدأ أول حاجة بالسليبرتيز في المنطقة العربية. أول حاجة، كان إيه رأيك في اللوك بتاع نانسي عجرم في الحفلة بتاعتها في بيروت؟ ليب فلونج بوستية بدازل دراس عادي. okay. إنه يقطع، بس منيح شلحت الكيب لأنه صراحة حسيته it's too formal لتلبسه لهيك شي for her concert. إذا بدها تلبس شي كيب تلبس شي إنه أكتر. Did you like the cape؟ أنا حسيت إنه إلا من 2004 لهلأ بعدها على نفس الستايل، زي ما عم بيكون في تغيير. هلا هو it's simple حلو elegant بس منه يعني خلص مع تواجدنا نشوفه بهذا اللوك. أوكي. بدي أنتقل معك لللوك تبع نجبة كرم بحفل تبعها بجرش. البلو تركواز. واو. yes. I loved this look. كله على بعضه. The look was so nice. التركواز gown مع الشير فابريك والسويتهارت نيكلاين. It's stunning. بعتقد على بشرتك كتير كان حلو. Exactly. yeah. كتير كتير حلو. طيب نروح للأميرة رجوة في فرحها. أول فستان بتاعها. Did you like it? Yes. طبعا اللي صعب الهوت كوتشو كوليكشن. كتير حلو. و it had asymmetric neckline و cut out flower details من ورا. it's so elegant و كتير royal style. exactly. هيدا من اللوكس يلي بعدنا لهلأ يعني عم نحكي فيه. كل الصيفية كان من اللوكس اللي كتير trending، داولوه على كتير social media. و اللوك فيك تقولي very royal. أنا كتير حبيته. yeah elegant. very. طيب من بعدها لبن الأبيض بدنا ننتقل على الأسود. oh. عنا بالكيس والبلاك لوك اللي كانت لبسته من فالنتينو. Wow. شو رأيك بهذا اللوك؟ أنا I loved it. Yes, simple. ما في شيء. It's long cape dress. Okay. بس what I loved the accessories. The hand statement ring with yeah earrings. It was so nice. أنا صراحة ما حبيت إنه اثنين. يعني كنت بفضل إنه يمكن تستخدم بس one statement piece. لا لأنه سادة. الفستان بلين. ما فيهوش حاجة. ما عليه. تلبس اثنين. More is better أحمد. طيب خلينا نروح للشباب دلوقتي. إيه رأيك في اللوك بتاع أحمد سعد في الحفلة بتاعته في جدة؟ حسيت he was stylish with trendy. I loved the oversized blazer مع the oversized trousers. بس شو وضع الفشنات يا؟ أنا كمان ما حبيت أبدا صراحة. لا it's horrible. يمكن بده يعمل كان statement أو هو بده يطلع على الجمهور بشي هيك شوي مختلف، بس مش لقاله. ما لبت له. هو الفترة الأخيرة بيحاول يغير شوي من الستايل بتاعه، بس في حاجات بتجلي منه. yeah. طب بأجواء الفشنت وهذا الستايل شوي غريب، بدي أحكيكي كمان على اللوك تبع محمد رمضان. من اللوكس لحظة عرفت هيدا الفوتوشوت اللي عمله من يعني كان هذا الفوتوشوت كتير قوي على السوشيال ميديا وكتير كان في عالم متعلق عليه، بس هذا اللوك بالذات يلي كان كوبي لبالما. بس شو تعليق؟ ما بعرف صراحة. يعني غلطة بعتقد من الستايلست، أكيد مش من عنده، بس عليلة على هذا. نمبر 1 ما بيغلطش يعني. صراحة شيزا فان. لأنا كمان تقول لابس هيك شي ما بحق له يقول نمبر 1. احكي لنا رأيك بقى. horrible. هيدي this outfit is a fashion crime. ما في يعلي إنه what is the white necklace وهل pattern. سكر دايناك. لا أنا براحتها. نسمع الكريتيسيزم. ما بيقطع يعني. ما بيقطع خلص. fire the stylist. طيب خلاص نخرج بقى من العرب. خلاص اوكي بهدلناهم. ندخل بقى في الاجانب. خلينا نبلش اول شيء هيك باجواء الباربي بريمير. يس. اللوك تبع مارجت. اوه واو شفتي روقناها. روقناها.
You are a Barbie. شكلك حبيت اللوك تبعها. كتير حبيت. It was from Vivienne Westwood, custom made. Yes. وكانت inspired actually من عن جد from a Barbie من the 1960s. Yeah, أنا actually قريتها هيدا. هيدا نفس اللوك كان على باربي. The satin opera gloves. Wow. وال white tulle من فوق. وال pearl necklace. It's just beautiful. Shearing tulle كتير حلو عاطي على الشودر. Very nice. So elegant, but still with the Barbie touch. مين عنا غير باربي وغير ماربي؟ طيب كيم كارداشيان هير لوك في ال دولتشي غابانا فاشن شو. دولتشي غابانا فاشن شو. حلو. واو ذيس از ماي فيفورت سمر لوك. هيدا باي فار. This stuff, the big color. Dress with the long tail. Over exaggerated off shoulders. It's a different style. For her. عادة she's not this daring. This outfit بس حبيت كتير اللون عليها. I love the high cut on the legs and how dramatic it was. Yeah. So me, I loved it. يعني هذا تلسين انت على red carpet. أكيد. والnecklace. طيب عندي أتيانا ليما. فينيس. في فينيس. هلا مؤخرا الحفل كان. إيه. شو ما حبيت من شكلي. البنت كتير حلوة. هي قمر. أوكي. أوكي. والدرس. واو. سيمبل. شو؟ سيمبل. سيمبل احمد شو هيدا الجولدن اورتنيك لا صراحه ما بتقطع مع النكلس اتس تو ماتش يمكن الفابريك شوي خفيف او ما لوكس تشيب ذا فابريك لوكس سو تشيب يا انت شايفه ان اللوك اللي مش عاجبك فيه انه ات لوكس تشيب عليها يس مع انه ات واز كاستم ميد باي بينكو بس ما بعرف ايه انه كاستمايز احلى اوكي فير انف فير انف طيب نختم مع رينيسانس تور وبيانسي في فيلادلفيا كانت يس اه نشوف البلينج بلينج اكزاكت ويل ما بيسموها كوين بي فور ناثينج يا ذس لوك واز ميد فروم اكشلي فالنتينو لالا يا فروم ذا سبرينج كولكشن عملوا البودي كلها بسباركلز والسوكس كمان سباركلز الانترنس رائعه كانت سو نايس اي لافد ات سو ذس از ذا وينر لوك بعد كيم كي اوكي اوكي طيب ثانك يو سو ماتش جازمين كانت ويت انه نرجع نعمل هيك سيشن مره تانية معك على غير فاشن بوليس يس ثانك يو جازمين شرفتينا قبل ما نختم احمد هيقول لنا دلوقتي على ذا تيب اوف ذا ويك دي يعني انا مستنيه اسمعها انا صراحه التيب عندي تو تيبس لهالاسبوع اول شيء بدي لك ولك ولكل الشباب انه ما لازم نخاف من الميكس اند ماتش يعني نحن كتير يمكن في شباب بيترددوا الميكس اند ماتش مش بس بالقطع كمان بالاقمشه يعني ممكن بالزبط. انت باللوك تعملي مثلا مع اللذر تفوتي لانن ممكن كتير تخلطي اقمشه مع بعضهم بلوك واحد صح؟ صحيح الشغله الثانيه اللي حابب يطلع بلوك شوي هيك يكون افانغارد ممكن يختار من عنده من الخزانه قطعه شوي تكون اوفر سايز ويلبقها مع قطعه ثانيه شوي تكون اكثر ريجولر فيت مثلا فيك تقولي مثلا تي شيرت تكون اوفر سايز مع جينز الفيت تبعه يكون ضيق هذا بكون عم ببلش يحضر حاله شوي شوي لينتقل للافانغارد ستايل ممكن يتبع هذا النصيحه نايس ميرسي يا احمد وصلنا لاخر حلقتنا تابعونا دايما على بلينكس مور ستوري ليس نويز